من عمان حيدر الملا الفيحي في تحالف الدول العربية يا وطن بيعلى صوت صوتك يا وطن بيعلى صوت ما تخوف المناية كل من بيوم يموت ما تخوف المناية كل من بيوم يموت الأمريكية من العراق ماذا قد يعني هذا على أرض الواقع محمد طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب. في أهم التطورات الأحداث على الساحة العراقية، نفت الأوساط السياسية والعسكرية الأمريكية نية الجيش الأمريكي الانسحاب من العراق، بينما وصلت قوة أمريكية إضافية وطائرات شحن تنقل معدات إلى معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد. طبعا ذلك بعد أن صوت مجلس النواب في العراق على ما سماه إخراج القوات الأجنبية في العراق بحضور شيعي فقط، وفق تعبير رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو ما دفع واشنطن إلى البدء بإعداد عقوبات ضد العراق. حسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست إلى ذلك، دعت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين العراقيين لتظاهرات مليونية يوم 10 من هذا الشهر، أي بعد 3 أيام، للتأكيد على مطالب المتظاهرين في وقت تواصلت في العاصمة بغداد والمحافظات التظاهرات المطالبة برحيل جميع الأحزاب الفاسدة وإسقاط النظام. صحيفة آي البريطانية قالت بأن إيران لن تقطع علاقاتها بالكيانات والميليشيات التابعة لها في العراق وغيره من دول الشرق الأوسط بعد مقتل قاسم سليماني. وأوضحت الصحيفة البريطانية بأن طهران خططت واتخذت إجراءاتها للتعامل مع واقع مقتل قاسم سليماني، وذلك فإنه من المستبعد انهيار فيلق القدس الإيراني بعد مقتل قاسم سليماني الذي ظل قائدا له منذ أكثر من 20 سنة. نأتي على تطورات أخرى في الساحة العراقية، حيث كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية إحصاء لأعداد وجنسيات القوات الأجنبية الموجودة داخل الأراضي العراقية ومواقع انتشارها. الصحيفة قالت بأن إيران تأتي في المرتبة الثانية من حيث وجود قواتها في العراق ب6000 عسكري، يعني هذا إنه إذا صوت البرلمان على إخراج القوات الأجنبية فلازم تخرج كذلك القوات الإيرانية. بيّنت الصحيفة بأن التواجد العسكري الإيراني يعني يكون بسرية شديدة في العراق، وتحركاتهم تكون في العراق جنبا مع الميليشيات، ميليشيات الحشد، مع الحرص على ارتداء الزي نفس زي الحشد، لذلك لا يشغل الإيرانيون معسكرات خاصة. مع ذلك وبحسب الصحيفة يمكن ملاحظة الكثير من المقاتلين الإيرانيين في عدد معسكرات محافظة ديالة الخاصة بميليشيا الحشد نظرا لقربها من حدود البلدين. وتابعت الصحيفة البريطانية بأن الإيرانيين يحرصون على الانتشار في معسكرات ميليشيا الحشد بمحافظتي صلاح الدين والتأميم، لكن اهتمامهم الأكبر ينصب على الوجود في معسكرات الحشد غرب محافظة الأنبار كي يكونوا قريبين من القوات الأمنية أو الأمريكية. طبعا مصدر أمني في محافظة الأنبار كشف عن عزم القوات الأمريكية على إنشاء مطار دولي عملاق وبمواصفات
تتناسب مع B-52 القاصف العملاق داخل قاعدة عين الأسد الجوية غربي محافظة الأنبار. وقال المصدر بأن القوات الأمريكية قامت بعمليات توسيع للبنى في المطار لغرض إنشاء مدرج للقاصفة B-52، وأوضح بأن هذا المطار في حال إنشائه يعد من أهم المطارات في العالم كونه مخصصاً لطائرات B-52 العملاقة كالمطار الموجود في بريطانيا. وأشار إلى أن القوات الأمريكية قامت بوضع سياج على المساحة المختارة وفرضت إجراءات احترازية تمهيداً للمباشرة بالعمل بإنشاء المطار في الفترة القليلة المقبلة. طبعاً كذلك وصلت قوة أمريكية إضافية وطائرات شحن تنقل معدات إلى معسكر التاجي شمالي بغداد. وأكدت مصادر محلية دخول قوافل عسكرية أمريكية إلى معسكر التاجي وهبوط طائرات عسكرية تنقل معدات إضافية. وأضافت المصادر بأنه خلال الفترة الماضية دخلت عدة قوافل أمريكية معسكر التاجي وهبطت طائرات شحن عديدة، ويتزامن وصول هذه القوات مع إرسال واشنطن المزيد من التعزيزات إلى العراق والمنطقة مع تصاعد حدة التوترات مع إيران عقب مقتل قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي. طبعا خلونا نتحدث عن العقوبات الأمريكية. هناك حديث عن فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على العراق. في أول رد فعل أمريكي على قرار البرلمان بإلزام الحكومة، وهذا نص تقرير لصحيفة العربي الجديد، في أول رد فعل أمريكي على قرار البرلمان بإلزام الحكومة إخراج القوات الأجنبية من البلاد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال فرض عقوبات على العراق تفوق تلك المفروضة على إيران، وهو ما أكدته تقارير صحفية أمريكية اليوم الثلاثاء، حيث قالت بأن مسؤولين في البيت الأبيض أعدوا قائمة للعقوبات المحتملة على العراق. مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بغداد قال بحديث مقتضب بأنهم يتوقعون عقوبات مركزة في حال حدوثها، وهناك مؤشرات على جدية واشنطن في ذلك بحال أصر العراق على تنفيذ قرارات البرلمان. وأضاف المسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العراق لصحيفة العربي الجديد طالبا عدم ذكر اسمه بأن العقوبات ستبدأ من إنهاء إعفاء العراق من موضوع تعامله في شراء الكهرباء والغاز الإيراني، مرورا بوقف بيعه قطع الغيار والذخيرة للجيش الذي تبلغ أسلحته الأمريكية منها نحو 70% من ترسانته العامة بما في ذلك مقاتلات F-18، كما يتوقع أن تطال العقوبات البنك المركزي العراقي فضلا عن بنوك أخرى، مع عقوبات ستطال عشرات الشخصيات السياسية والميليشيات في العراق. ورجح هذا المسؤول بأن يتم استثناء أقليم كردستان العراق كما قال من تلك العقوبات، حيث تسعى واشنطن إلى عزله عن المشهد العراقي السياسي والأمني في الوقت الحالي، كما قال المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقال بأن العراق لا يحتمل أي عقوبات حاليا وهي قد تكون كارثية و ستمس الفقراء والبسطاء من الشعب العراقي، أما المسؤولون والسياسيون فهم في منعة منها وفقا لتعبيره. طبعا بحسب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق حامد المطلق، فإن العراق سيدفع ثمنا باهظا في حال فرضت عليه عقوبات أمريكية. وأكد كذلك لصحيفة العربي الجديد بأن المؤسسة العسكرية ستتحمل العبء الأكبر جراء هذه العقوبات، وطالب القوى السياسية وحكومة تصريف الأعمال بالتفكير بعقلانية والعمل وفقا لمصلحة الشعب العراقي بعيدا عن مصالح الدول الأخرى، وبيّن بأن أي تدهور في الجانب الأمني سينعكس بالتأكيد على مجالات الحياة الأخرى كالسياحة والتصنيع والتعليم وغيرها. دعا إلى التعقل والابتعاد عن المشاكل وعن زج العراق في أزمات هو في غنى عنها، وأوضح بأن العقوبات الأمريكية ستكون مؤذية بشكل كبير للعراق الذي يمر بظروف استثنائية، وشدد على ضرورة الابتعاد عن التسرع والتشنج في ظل وجود أشخاص بعيدين كل البعد عن صنع القرار بشكل سليم. ولفت إلى أن الحديث عن العقوبات
يعيد إلى الأذهان الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها على العراق عام 1991 بعد غزوه للكويت. وتابع نحن الآن نمر بأوضاع أسوأ من زمن الحصار في التسعينيات، لأن البطاقة التموينية كانت توصل المؤن الغذائية إلى كل أسرة عراقية، أما الآن فإن الشعب العراقي يعرض صدره للرصاص كما قال ويموت من أجل لقمة العيش. وأضاف علينا أن نتصور المأساة التي ستحل بالعراقيين إذا فرضت عليهم عقوبات وهم يمرون بهذه الظروف الصعبة. إذن هناك جدية من الجانب الأمريكي على فرض عقوبات اقتصادية على العراق تبدأها هناك، كما معروف بأنه العراق استثني من استيراد الغاز والطاقة الكهربائية من إيران، بالبداية أعطوه 6 أشهر، بعدين مددوها 3، بعدين مددوها كذلك 6 أشهر. اليوم هذه العقوبات سوف إذا فرضت لا سامح الله بسبب سياسة الحكومة وسياسة الأحزاب في العراق التي تتبع إلى إيران غير آبها لمصلحة العراق، اليوم إذا صارت عقوبات، وإحنا نشوف اليوم بالعراق الدولار صعد وصل إلى، يعني كانت الورقة تتصرف 119 و118 و120، اليوم وصلت 25 125 ألف و126 ألف، فالله يستر على شعبنا العراقي. معنا اتصال أبو علي من واسط، تفضل أبو علي. وعليكم سيد الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بك. جمهور الرافدين، مساء الخير للعراقيين. مساء النور والعراق. صراحة خلينا نقول أمريكا ليش زعلت وتريد تفرض حصار؟ ترى أول شيء خلينا نكون واقعيين، البرلمان ما صوت على خروج القوات الأمريكية. العراق عنده 3 اتفاقيات، اتفاقيتين بزمن نور المالكي واتفاقية بزمن العبادي، هم صوتوا على مالك العبادي اللي هي خروج قوات التحالف الدولي، يعني أمريكا باقية وقواتها باقية وهم يدون بهذا الشيء. بس ردة الفعل العراقية هذا المستغرب، أنها أقوى من إيران، كأنه يعني المقتول عراقي مو إيراني، هو هذا المستغرب. الثانية، أمريكا تعتبر العراق حليف جديد لها، صار له تقريبا حوالي 17 سنة جايب تساعده تنطيه تكفله عند الدول، بالأخير راح يقدم شكوى ضد أمريكا عند الأمم المتحدة، هو اللي هذا أزعج أمريكا. ثانيا، الأخوان اللي صوتوا لهذا وقالوا نقدم شكوى ونريد ننهي قوات التحالف، أنتم شنو سويتوا للبلد حتى تقول البلد عنده مقومات؟ شجعتوا الزراعة، شجعتوا الصناعة، بنيتوا. تدري اليوم 52% من موازنة الدولة توزع رواتب وأجور للموظفين. زين أنتم باكر إذا النفط ما ينباع لأن ماكو ضمان للنفط، منين توزعون رواتب؟ هو أنتم الحشد لما يترون للموظفين على ألف ألف انقتلهم رواتب، ولحد الآن موجودين ناس ما عندهم رواتب، ما نستلمين رواتب. زين أنتم شنو الفكر الاقتصادي عندكم الموجود حتى تقولون إحنا بلد مهيئ أنه نعيش كدولة؟ احنا اليوم ما عندنا دولة، ما عندنا مقومات الدولة. صح اكو مقومات الدولة، ارض واكو شعب، لكن هل اكو حكومة؟ لا، ماكو حكومة. الحكومة هي معناها انها تحكم البلد، تحكم اقتصاديا سياسيا تجاريا. زين انتم بتقولون نطلع قوات الاجنبية، تطلعون القوات التركية اللي تحتل العراق في مناطق، ما يجون يطلعونهم. تقدرون تطلعون الميليشيات الإيرانية الموجودة اللي هم قواد على بعض الأشخاص العراقيين؟ لا، ما راح يسوونها. فأنتم يعني شنو الهدف؟ لذلك نرى أن البرلمان مجرد أنه يتبع كلمات وأوامر تصدر من إيران، وهذا ثبت أنه عندما يجتمع برلمان، والبرلمان مثل ما قال اللي يتسمى نفسه رئيس مجلس النواب الحلبوسي يقول أنتم كلكم شيعة، يعني اليوم ماكو سني حضر ولا كردي حضر ولا أقليات حضر، ما كان حضر. يعني اليوم بلد تمشي بيد هذه الكتلة. زين أنتم الكتلة وين تودون البلد؟ عندكم مسؤولية، تتحملون المسؤولية أو لا؟ كل الشعب اليوم يقول لا. واليوم أعتقد هاشتاج الجماهير وهاشتاج الثوار يقولون البرلمان لا يمثلني، يعني أنا البرلمان ما يمثلني، القرارات اللي اتخذها ما تمثلني، بغض النظر لأن اليوم ماكو دستور يحكمنا سواء كان قرار دستوري أو لا.
فهذا دليل على أنه تتوقع أنه العقوبات يعني الأمريكان بالفعل يفرضون عقوبات اقتصادية على العراق؟ لا الجماعة سيدي الكريم بدلوا ترى كلها اتصلوا لأن قال بومبويو قال أنه التصريحات الخارجية للمسؤولين العراقيين تعكس التصريحات الداخلية أو المكالمات اللي بيناتنا تصير. فهي فأمريكا صح صار غضبها بالبداية لكن اليوم أعتقد وزارة الخارجية صرحت ليش؟ لأن الجماعة قدموا الاعتذار قالوا إحنا ما قصدنا هيك إحنا بس مجرد أنه ردة فعل وإحنا جماعتكم الأوليين التاليين لأنهم يدرون أنهم يدرون أنهم بلا أمريكا صدقين شالون من الحكم هذولا لأن ما ماكو حد ساندهم إيران ما تسندهم ترى إيران ما مستعدة تضحي بإيراني الخاطر هذول البرلمانيين الموجودين حاليا يقول عندكم سلاح نقافوا عن أرواحكم. أنا أشكرك أبو علي من وسط كان معنا اتصال أبو عبد الله من لندن. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. شكرا أخي عمر. تحية لك ولقناة الرافدين وأسادة المشاهدين. أخي عمر خلينا نرجع قليلا إلى الوراء. يعني عندما أجريت الانتخابات طبعا أياد علاوي هو كان شخصيا صرح على قناة العربية قال الأمريكان يريدون رجل يكون يحكم العراق يكون مرغوب لدى الإيرانيين وأنا لست مرغوبا لدى الإيرانيين فخلوا مالكي يحكم العراق. وشفنا أنا وأنت وكثير من العراقيين مالكي عندما كان يذهب إلى طهران بدون علم عراقي وبدون كرافتة يعني هذا عقائدهم أنه لا يلبسون الكرافتة. فيعني مالكي وخطب أمام الكونغرس وأمام القواعد الأمريكية شكر الأمريكان على التحرير وطلب بقاء الأمريكان. فأمس مالكي أظن كثير من العراقيين شافوا فيديو لمالكي يسب ويشتم الأمريكان ويدافع عن قاسم سليماني وأبو مهندس المقبور على أساس أنه مجاهد ويلعب بعواطف الشعب العراقي. يعني أخي الشعب العراقي في انتفاضته المباركة لماذا انتفض الشعب العراقي على مالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي والمسؤولين العراقيين؟ المتتبع للأحداث السياسية هؤلاء الخونة العملاء إيران سرقوا المليارات فتنوا بين الشعب العراقي وسرقوا المليارات وجوعوا الشعب العراقي. الآن يريد يصير على رأس العراقي أنه مجاهد وأنه ضد الغزو الأجنبي الأمريكي ويريد أن يطلع الأمريكان. فأخي يعني الأمريكان سبب كارثتنا. الأمريكان يعني السؤال من سمح لهؤلاء الميليشيات الإيرانية أن يعبث إلى هذا الدرجة القتل والتشريد؟ وقبل قليل سمعنا وزير الدفاع أنه يقول أن الشعب العراقي يتطلع إلى حكومة قوية حكومة يكون أن يخرج الإيرانيين السياسة الإيرانية الخبيثة أن يخرجوا من العراق. فطيب السؤال من سمح للإيرانيين الصفويين بكل هذا العبث والقتل والتشريد؟ فالشعب العراقي يعني من يوم الغزو إلى الآن ينزف دما. فأنا أتمنى يعني الأمريكان إذا يعني هم المسؤولين هم سبب كارثتنا فهم عليهم المسؤولية أن يطردوا الإيرانيين وعملاء إيران إلى خارج الحدود. والإيرانيين تعرف أخي عمر يعني سمعنا مرارا وتكرارا يقولون نحن لا نتدخل في شؤون العراق ليس لدينا أي قوات وليس لدينا أي عسكريين. فمقتل سليماني يعني سليماني إيش كان يعمل في العراق يعني ينكرون أي تواجد عسكري إيراني في العراق. فرأينا يعني كلنا أن الإيرانيين سبب كارثتنا وهم يعني أيام صدام الله يرحمه ما كان يستطيع أن يتقربوا الشبر من حدود العراق. فأمريكان هو اللي سمحوا لهم ومرجعياتهم يعني الذي استلم 200 مليون دولار من رامسفيلد الذي كان يتعاون إلى أبعد الحدود من تحت الكواليس مع الأمريكان. أنا أشكرك أبو عبد الله من لندن كان معنا اتصال. مصطفى السيد من مصر. تفضل مصطفى. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. نحيي حضرتك ونحيي ثورتنا المجيدة ونحيي أهلينا ونحيي شيوخ عشائرنا العربية ونقول لهم الوطن في خطر وصلت لمرحلة الخطر يعني كون أو لا تكون بمعنى أصح. أما سيدي بالنسبة للعقوبات الأمريكية أو الاقتصادية لو اتفرضت على العراق الشعبين العراقي هيعاني الأمرين لا يلاقي أكل ولا شرب ولا دواء ولا أي مقومات للحياة.
فسيدي لا يجب يعني لا يمكن أبدا أن يعاقب شعبنا العراقي وتعاقب الأمة العربية بسبب شوية عصابات. لماذا الأمريكان بدل ما يفرض عقوبات على شعبنا ويعاني أكثر ما هو يعاني، لماذا لا يعترفوا بأن الثورة العراقية هي ثورة شعبية وتمثل الشعب العراقي، والحكومة الحالية ما يسمى الحكومة الحالية فإنها لا تمثل الشعب العراقي مثلا يعني، ويتم إغلاق الحدود الإيرانية وقطع الإمدادات عن العصابات والميليشيات والتنظيمات. كان المفروض يحصل وتنزل قوات حفظ سلام من الأمم المتحدة تفصل بين المدنيين وبين الشعب بين شعبنا العراقي وبين العصابات مثلا يعني. كلام متناقض يعني، حكايه العقوبات عشان خاطر العصابه لا يجوز، لا يجوز باي حال من الاحوال. يمكن يحصل، لو حصل يبقى انتهينا بالفعل. الامريكان قوات احتلال وهي تتحمل المسؤوليه، ويجب على حكامنا العرب يعني ان يعترفوا بالثوره العراقيه، ينقذوا ما يمكن انقاذه، ونطالب اهالينا بتشكيل مجلس ثوري انتقالي وتشكيل حكومه من داخل الساحات والميادين تنقذ الوطن، لان لو اتفردت العقوبات الاقتصادية أقسم لك بالله العظيم هتبقى كوارث، هتبقى كوارث ضخمة، لأن العراق كل اقتصادها في إيد أمريكا، والشوية الثرثرية دول لا يمكن ينحكم العراق بهم يا سيدي. فنطالب العلماء والأساتذة والثوريين والوطنيين بالتقشير على الأنياب، لازم في تقشير على الأنياب كون أو لا تكون بمعنى أصح، وإن شاء الله نصل لثورتنا ولحضراتكم وللأمة العربية. وأنا أشكر سيادتك. أشكرك مصطفى السيد من مصر. طبعا كما يعني وردنا قبل قليل إطلاق رصاص حي من قبل الميليشيات على المتظاهرين في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار. خلونا نقرأ بعض رسائل واتساب. فاتن من ألمانيا تقول مساء الخير على قناة الرافدين العظيمة، تقول أشو عادل عبد المهدي بكيف يسوي عزاء في البرلمان، خلي يسوي بيت برلمان هو ما خلفوه. تقول ليش ما سووا عزاء للشهداء، شهداء ساحة التحرير، كل دم الشهيد وكل المتظاهرين يسوى سليماني. وشكرا لكادر قناة الرافدين. نعم، رسالة يقول فيها تحية حب واحترام لكم أيها الأوفياء في قناة الرافدين. يقول الارتباك وشعور الخوف والهستيريا تسيطر على الحكومة والميليشيات الإيرانية، نهايتكم قربت وأيامهم وأيامكم إلا عدد. تحياتي أخوكم الثائر عبود الحج خشن ذي قار قضاء لفهود. نعم، رسالة يقول فيها سلامي لكادر قناة الرافدين جميعا وللأستاذ عمر حياك الله. يقول أمنا برب العالمين أن كل مكر يحاك للعراق سيبوء بالفشل وسيشملنا الله برحمته وكرمه ونعم بالله. رسالة السلام عليكم ربي يحفظك أخي، أنا رويدة من المدائن. ترامب إذا سوى عقوبة يا مسؤول يتضرر غير المواطن المسكين. تقول حسبنا الله ونعم الوكيل بهذه الحكومة، تحياتي لك. الله محييك. رسالة يقول السلام عليكم، تحية للجيش العراقي السابق، تاريخ مشرف وإن شاء الله نصر قريب، أوصي شباب الثورة بالثبات، وتحية لهم وهم في ساحات الوغى. نوار من هولندا. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، فضل أبو حسن. السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهل بيك. الله يحفظك يا أهل. أهلا وسهلا. وعلينا المؤامرة قديمة من قديم الزمان. جوي قالوا هالأمريكان قالوا بيرع عندكم أسلحة دمار شامل، واعترفوا بأن ماكو أسلحة دمار شامل، فكل هاي مؤامرة. والمؤامرة الأخيرة هسه صارت قتلوا سليماني بالعراق، يعني بالعراق بالذات، وما ما يدرون وين يروح، ما يدرون وين هو مطلوب على الانتربول، ما يدرون بي وين ينام وين يتحرك وين يمشي، حتى يعرفون خامنئي بي غرفة نايم. هاي كلها مؤامرة على العراق، قتلوه بالعراق في سبيل يخلوا له فد خط ثاني، يعني يفرض عقوبات براحته والقاعدة لازم ياخذ فلوسه، يعني هذا ابتزاز، يعني دولة حرامية هذول الأمريكان، مو دولة سلام. فهذول كلهم يعني، وحتى مجلس النواب هذا كلاوات، يعني هو أوامر ياخذ إيران وأمريكا. أقسم لك بالله عمر، اثنيناتهم خط واحد متفقين على الإسلام وعلى العرب، يعني ما بيها كل مجال بالكلام يسوون شيء وبعدين كله كذب بكذب. فكلها متفقة على العراق وعلى الأمة العربية، النوبة يورطون الخليج، هاي المصيبة. يعني دول مو الحكم يا أخي، كلها مؤامرات على العراق وعلى الإسلام، ويظلون يعني إن شاء الله يخسرون إن شاء الله. نعم، تتوقع تصير عقوبات اقتصادية على العراق لا سامح الله؟ والله اخوي عمر دول يعني هم يا اخي هم الله يخليك، هو يصير عقوبات مو مصير، يعني دول هم مرتزقه، الامريكان مرتزقه. نعم. يعني هم يقول لك انا اسوي عقوبات ويسووها،
ما عندهم يومهم يوم جاي احتلال العراق تدميره، اخذوا الذهب من العراق، اخذوا الفلوس، ما خلوا شيء بالعراق، وجابوا يطهم هاي الفازه العجميه يحكموا العراقهم. يعني مؤامره قذره بشكل لا يوصف. هاي الناس يعني هاي الناس بالخيم بالبرد، يعني حتى الكافر ما يقبل. هاي مزرعة مال الحويجه اللي حتى مقعد وقتلوه، ما يردون العراق يصير له كرامه. انا قلت لهم اخوان الغربيه ردمروها، السرى لكم السرى، وما حسوا. وشو مره اشجع الناس اخوان، ترى جاي، ترى الطريق عليكم جاي وراح تنسحقون، وما فاد. هسه شافوا الضيم والقهر، يلا تحركوا. فامريكا قذره الى ابعد المجال، يعني ابعد نقطه بالكون. امريكا ما تحب الاسلام وضد الاسلام، حتى ايران وامريكا متفقه. ولا صدق امريكا تضرب ايران، مستحيل. ليش؟ لان روسيا حسب السابق ما ينسى الامريكا بين فتتت الاتحاد السوفيتي. وصدقني اذا امريكا اذا هي عندها شرف يلا خد تضرب. والله العظيم خلال شهر امريكا تتاذى اذيه مصايره. واتحدى امريكا الثاني، اتحدى امريكا اذا ضربت ايران اتحداها، ولا عندهم كرامه. بس هم سفله ومنحطين واذيتهم على الاسلام بس. نعم. أنا أشكرك أبو حسن من بغداد كان معنا. وكما وردنا قبل قليل اقتحام الميليشيات لساحة الحبوبي وحرق خيم المعتصمين هناك في الناصرية بمحافظة ذي قار. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. خلونا نقرأ رسائل واتساب. يقول: يا من تهتفون وتطالبون بالثأر، هل إمبراطور اليابان كان يصل باليابان إلى هذا التطور لو بقى يثأر ويقاوم؟ وكذلك مانديلا وغيرهم، الزمن زمن السلم والدبلوماسية، متى تفهمون ذلك؟ تبا لكم ولسياستكم القذرة. أبو أوس من تركيا. رسالة من ريسان كشكول من ذي قار قضاء الفود، يقول: تحية طيبة لقناة الرافدين صوت الحق، مشتاقين أستاذ عمر الله يخليك. يقول: أدري ما أخذين كأس العالم، صار لهم أسبوع يفترون بيهم بالمحافظات، والله وصفة تشيع إيراني في العراق، و600 شهيد و20 ألف جريح، ما شفنا هذا التضامن والتشيع لهم. لكم يوم عسير إن شاء الله، تحياتي لكم. رسالة أخرى يقول فيها، يقول: قوات مجهولة تهاجم الثوار بالناصرية كما أكدنا قبل قليل. يقول: حرقوا السيارات والمواكب ورمي حي على الثوار الضحايا بالشوارع كما يقول. نعم. رسالة، طبعا رسالة طويلة راح أكتفي منها، أقرأ منها ثلاث أسطر. يقول: السلام عليكم أخي عمر، تحية لك ولقناتكم الوطنية وكادرها المحترم. يقول: الناهب وليس النائب عن كتلة كاذبون كما سماها وليس صادقون نعيم العبودي، يغرد على تويتر بخصوص العقوبات الأمريكية بأنه الصعاب تزول بإرادة المواطنين والاعتماد على القدرات الذاتية. يتساءل ويقول: أي قدرات ذاتية تعتمد عليها يا نعيم، يا ذيول إيران كما أسماهم هو؟ ليش عندك بالعراق مصانع تشتغل
عندك زراعة، عندك حتى تسولف بالاكتفاء الذاتي بالعراق، ويظل عمالتكم حتى تنفعون أسيادكم الفرس، فإن نسبة الاستيراد من إيران وصلت 100%. معنا اتصال أبو راشد من عمان، تفضل أبو راشد. هيا لك أخ عمر والمشاهدين طال عمرك في مثل شعبي قديما يقول طبخ طبختي يا رب الله يكريم. طال عمرك هاي الأمريكان اللي حددت طال عمرك دخول إيران هي السبب الأول الرئيسي مع الحكومة الآن اللي نقلت ضدها. هل الاتفاقية الأمنية هي طلب من حكومة شرعية أن وجود الأمريكان أو الدول التحالف؟ هذا مو صحيح، هذا عن طريق الاحتلال. نعم، أنا أشكرك أبو. نعم نعم، أنا أشكرك أبو راشد من عمان. ننتقل وإياكم الآن أعزائي المشاهدين إلى بث حي ومباشر من ساحة الحبوبي في الناصرية مركز محافظة ذي قار. نعم، نشاهد هذه الصور الحية والمباشرة لإحراق خيم المعتصمين هناك من قبل الميليشيات التي اقتحمت الساحة قبل قليل وقامت بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وعلى المعتصمين السنيين هناك. هذه صور حية ومباشرة من ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار. الميليشيات قامت باقتحام الساحة وقامت بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين وقامت بإحراق الخيم كما نشاهد هذه الصور في بث حي من هناك. هناك حديث عن وقوع ضحايا وجرحى. الله يلعن إيران والله يلعن أمريكا اثنينهم الله يلعنهم. يا ناس يا عالم حبوا بس وطنكم، كافي كافي أهلي يجوا فكروا بدولي، حبوا بس العراق. إلى متى تظلون تفكرون بالدول؟ نعم، استمعنا إلى أحد المتظاهرين وهو الذي يبدو الذي يصور هذا البث المباشر يحمل الميليشيات التابعة لإيران بإحراق هذه الخيم واقتحام ساحة الحبوبي وإطلاق الرصاص الحي. والله ما أدري، يعني أمريكا تضرب قاسم سليماني يبتل المتظاهرين؟ يعني أنت تطلع زودك على المتظاهرين؟ هذيش أمريكا وروح لها، شو لها علاقة المتظاهر السلمي اللي طالع حتى يطالب بحقه؟ مظاهرات سلمية صارت 3 أشهر، يعني هاي اللي قدرتوا عليها طلعون زودكم على المتظاهرين السلميين. معنا اتصال أبو سلطان من السعودية، تفضل أبو سلطان. أبو سلطان تسمعني؟ تفضل. اسمعك يا أبوي. نصي للتلفزيون الله يخليك، وطي للتلفزيون للأخير. إن شاء الله. ألو. نعم أسمعك. تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك الله يعافيك؟ حياك الله يا أهلا بك. أخوي يا أخي الله يرحم والديك، اللي ما أعمى يشوف اللي صاير في العراق. ألو. نعم ألو؟ أسمعك. الأعمى يشوف اللي صاير في العراق. هذه حكومة إيرانية أكثر من الإيرانيين، بل هي خادمة لإيران، خدم لإيران هذول مو. وبعدين ركزوا على السجنة، أنتم القناة الوحيدة اللي تتكلمون عن العراق وبرامجكم قليلة، يعني المفروض هذا وقتكم، لأن الآن السجنة أغلبهم من فئة واحدة، المعتقلين أغلبهم من فئة واحدة، فالآن. نعم أبو سلطان تسمعني؟ أبو سلطان انقطع الاتصال مع أبو سلطان. دعونا نتابع لحظة دخول الميليشيات إلى ساحة الحبوبي واقتحامها وإطلاق الرصاص وحرق الخيم، خيم المعتصمين هناك. خلينا نتابع. امسك الجرح
شفنا إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، مثل ما قلنا الجماعة يطلعون زودهم وفعلهم على المتظاهرين السلميين. خلونا نرجع إلى البث المباشر من هناك من ساحة الحبوبي، هذا بث مباشر من ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، صور حية ومباشرة من هناك تظهر إحراق خيم المعتصمين والمتظاهرين في ساحة الحبوبي من قبل الميليشيات التابعة لإيران. ظهر الجماعة زعلوا لأن أهل الناصرية رفضوا إقامة تشييع رمزي لقاسم سليماني، زعلوا الجماعة وجماعة الشعار كلا كلا أمريكا، طلعوا فعلهم على المتظاهرين السلميين. وياهم غصبا عليهم، غصبا على خيستهم هاي، غصبا على عبوديتهم. ما حرقوا، ما حرقوا هواي، ترى شوادر الناصريه بهن فوق ال 150 بال 200 شادر، خلهم حرقوا ثلاثه اربع فدوه، كل شيء خسرنا بقت حد شوادر. ايش قد ما يسوون ما راح نسكت، خلي يحرق هذا ويحرق غيره عباله نرجع. لا والله لو نظل بالشوارع نايمين ما نرجع، مستعدين ننام بالشوارع وما نرجع، ما نرجع. سولف يا الله بالحسين ننام في الشارع ما نرجع، بالحسين دون مسمية ما عاد يهمني، هاي الأحزاب الفاسدة المناويت ما بيمحى. على كيفك، على كيفك، الله يلعنهم. الناس حرقوا قلوب العالم يومية جايين بطلابة، يا أخي نفذوا مطالب العالم وخلونا نرجع لهالينا. الله يلعن إيران، الله يلعن أمريكا، وما نرجع حتى أهلي لا تخابرون ما نرجع. وعلي بعد صار. نعم، إصرار مثل ما استمعنا إلى المصور أو من يقف مع المصور للبث الحي المباشر من ساحة الحبوبي بالناصرية بأنهم يعني عقدوا العزم على عدم العودة وعدم التراجع رغم كل هذا القمع، رغم حرق الخيم. أكد أن هناك خيم ما زالت سالمة وقال لك هو شادر نجيب غيره، وحتى لو ننام بالشارع احنا باقين ومصرين على تحقيق مطالبنا بإسقاط الأحزاب الفاسدة وبتغيير الحال في العراق إلى الأفضل. معنا اتصال أبو علي أو أبو فاطمة من النجف، تفضل أبو فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور عمر حياك الله، يا أهلا بيك، أهلا وسهلا بيك، وهنيك أخي الكريم وكل الشعب العراقي بمقتل المجرمين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، والجزاء من جنس العمل. هؤلاء كانوا يحرقون ويقطعون بالأبرياء في العراق ويحرقون علنا أمام الناس وتحقوا ما تلقوه. لا أريد أن أطيل أخي عمر، يعني مثل ما يحدث الآن النقل مباشر في الناصرية، أين الشرطة؟ أين أجهزة الأمن؟ وزير الداخلية الآن ما قاعد يتفرج؟ القائد العام للقوات المسلحة يعني يتفرج لو ما يتفرج؟ أين أريد أشوف أين الشرطة؟ أريد لماذا لا توجد قوات لحماية هؤلاء الأبرياء؟ نريد نتساءل أين هؤلاء؟ يعني المفروض يستقيل يخلي يستقيل شخص يعلمني، يعني ما صاير أخي الآن نقل مباشر، قتل الناس نقل مباشر. أنا أريد كذلك أعاتب الدول العربية، يعني هذا القتل بالأبرياء بأخوانكم في العراق، وما زال السفارات الإيرانية لم تغلق، ما زالت السفارات الإيرانية لم ترمى بالحجارة، يعني لم يتحرك أحد من أخواننا أبناءنا المنظمات الإنسانية. ما في إلى متى يعني هذا الظلم وهذا الإجرام في العراق؟ الأمر الثاني دكتور عمر، بالنسبة لقضية العقوبات العراقية، العقوبات الاقتصادية على العراق، سوف لن تكون هنالك عقوبات أخي. بمختصر مفيد، الولايات المتحدة محتلة العراق، هي التي غزت العراق وهي التي يعني
ضحت بجنودها نقولها بصحة، وهنالك آلاف من المعوقين لن تترك العراق بهذه السهولة. قاعدة عين الأسد التي أسستها لأن تحتضن القاذفات البي 52 أخي، هذه قاعدة عمرها 100 سنة للقادم. إحنا لا نريد هؤلاء، لكن هذه حقائق. هل يصدق هؤلاء الجرذان، هؤلاء التافهون اللي موجودين في بغداد الذي أتت بهم أمريكا، أن أمريكا تخرج بهذه السهولة؟ يعني الرجع أخي عمر، الأمريكان ترى يريدون يشتغلون في العراق، يريدون يستثمرون في العراق. إيران ما خلت شيء، لا ماء، لا كهرباء، لا زراعة، لا صناعة، لأن أمريكا محرج أخي أمام أوروبا وأمام العالم الآن. يعني الآن تريد وقفهم عند حقهم، ذبح صلخ، هذا إحنا في آخرن، إحنا في القرن 21. يعني معقولة؟ يعني هؤلاء الأغبياء الحاقدين في إيران لو كانوا ناس يعني عقلاء كان استثمروا في العراق، كان بنوا في العراق، كان يمكن الشعب يرضى عنهم. لكن كيف يستطيعون أن يقتلوا الناس ويذلوا الناس وتريدون العراقيين يحبوهم؟ فأخي أخي اطمئن، سوف لن تكون هنالك أي عقوبات. هذه مجرد يعني كلام فارغ من هذا عبد المهدي الذي دفعا هو واللي موجودين في البرلمان من قبل إيران ليمرروا هذه المسرحية. أمريكا لا يستطيعونها ولا يستطيع أحد أن يلوي ذراعها. أقول لك بصراحة، هي القوة العظمى في العراق وفي فقط. نعم، أنا أشكرك أبو فاطمة النجف، كان معنا رسالة على الواتساب يقول: السلام عليكم، اسمي عمر عبود، يقول هاي لعبة بين إيران وأمريكا، على مود يدمرون العراق، خلي الأحزاب والمرجعية طلعون لسانهم وين طموا راسهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. رسالة من علي العبيدي يقول: مسرحية من تأليف أمريكا وإخراج إيران، بعدين ضحت إيران بسليماني حتى تبقى إيران وأمريكا على عملائها بالعراق والقضاء على تظاهرات السلمية. يقول: البرلمان لا يمثلني، هم عملاء إيران وأمريكا. نعم، خلونا نقرأ رسائل أخرى. يقول: السلام عليكم، تحية لكادر لقناة الرافدين المجاهدة، يقول وكل العاملين فيها. يقول: العقوبات على العراق إذا فرضت هي راح توقع برأس الشعب المسكين، يدفع ثمن الأحزاب والحكومة الفاشلة. أما موسى سليماني فهي أمر طبيعي لأن هذا الرجل مجرم. ويقول: وأما البرلمان فاقد الشرعي لأن ما اكتمل النصاب، لأن الكتلة الكردية والسنية كانت غائبة، ورئيس الوزراء هو فاقد الشرعية، والميليشيات أملت عليهم وهم نفذوا أوامر إيران. خلي إيران تحارب أمريكا في أراضيها. يقول: العراق ليس مسرح الحرب، ويتكلمون عن السيادة، وين سيادتهم مع إيران؟ عاشت الثورة وعاش الثوار الولاء للوطن. تقول أم مريم من السيدية. رسالة من أبو عمار من السويد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ عمر. يقول: هاي الميليشيات والأحزاب والمالك يضغطون على الحكومة لإخراج المحتل الأمريكي لغرض سيطرة إيران وذيولها، يتحكمون بالعراق وإعالة المجرم نوري المالكي للحكم. مع تحياتي لقناتكم البطلة. أبو عمار من السويد. يقول أخوي العباس عليك تقرأ رسالتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول: أشكركم على قناتكم الرائعة. يقول: أولا أمريكا وإيران هاي دولتين إرهابية وفاسدة، وإيران وأمريكا جاي تاكل بالعراق وبحق العراقيين أجمع، ما يريدهم يدخلون بالعراق. قاسم سليماني هو إرهابي قاتل، قتل المتظاهرين هو وجماعة أبو مهدي المهندس كما يقول. يقول: شريكه بكل شيء. تحياتي أخوكم حنين أم وطن من النجف. نعم، معنا اتصال. اكو اتصال من الكويت. اتصال ما ساري من الكويت. تفضل اخي، تسمعني؟ نعم، تفضل. كيف حالك يا اخي؟ حياك الله، يا هلا بيك. بس نصر التلفزيون اخوي، نصر التلفزيون. الله يرحم والديك. الرافدين، اشكر قناة الرافدين على يعني بصراحة هي النبض الشباب العراقي. واحب يعني على اساس انا دائما
أقرأ في المواقع الإيرانية اليوم أول مرة أقرأ في موقع عصر إيران إن مكتوب في الأساس في التعليق أن العراق خرج عن الثوب الإيراني. يعني هذه أول مرة تكتب في الصحف اللي تمثل الجهة الرسمية لصحيفة رسمية تمثل إيران. فهذا يعني المتظاهرين في العراق هم التي أجبروا هؤلاء الناس الفرس أن يعترفوا اعتراف صريح بأن العراق خرج من الثوب الإيراني. هؤلاء الذي موجودين في البرلمان الآن لا يمثلون الشعب العراقي، وإيران تعلم جيدا بأن هؤلاء لا يمثلون إلا حكومة طهران، ولا يمثلون أي جسد موجود في العراق، ولا أي إنسان أو مفكر عراقي أو شباب أو شاب عراقي. هؤلاء جميعهم إن شاء الله يكون يومهم قريب جدا، ويكون نهايتهم في يكون في المنطقة الخضراء التي ستشتعل نارا إن شاء الله بينه وبين بعضهم بعض. نعم. الكرزة الوحيدة اللي أنا أشاهدها بالصراحة هو الشباب المنتفض العراقي المنتفض الذي يقتل في ساحات التحرير وساحة الحبوبي وغيره. نعم. أنا أشكرك أخي مشاري من الكويت وأعتذر عن المقاطعة. خلونا نشوف مقطع وصلنا قبل قليل من ساحة الحبوبي في الناصرية. نشوف المقطع ونرجع لكم. مثل ما شفنا المقطع إطلاق رصاص حي ومباشر على المتظاهرين السلميين في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية بمحافظة ذيقار. أختم الحلقة برسالة من أبو جمال الكبيسي يقول فيها السلام عليكم، يقول برلمان عبارة عن عملاء وخونة، ليتهم انتفضوا لشهداء ثورة تشرين كما انتفضوا لسليماني، يقولوا غسلوا أيديكم أمريكا باقية بالعراق. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.